عثر مستخدمون في معمل السمك بأسفي على حقيبة ظهر في شارع المحيط. كانوا 3 عمال تنحوا جانبا وفتحوا الحقيبة. كان بداخلها إلى جانب أوراق وكتاب ودفتر حاسوب صغير. لم يعثر بداخل الحقيبة على نقود أو وثائق هوية. خلص 3 إلى أنه يتعين تسليم ما تم العثور عليه إلى الشرطة. كانت الساعة تقترب من 6 صباحا موعد الالتحاق بالعمل، وقد رأوا أن يسلموا ما عثروا عليه إلى المسؤول عن العمال على أن يتولى هو تسليم الحقيبة إلى الشرطة. ظن 3 أن الأمر سينتهي كذلك، وأن صاحب الحقيبة ربما قصد مكاتب الشرطة للبحث عما ضاع منه. ضحى ذلك اليوم بعد أن انطلق العمل في المصنع، خرج عبد المجيد الراقي المسؤول عن العمال وتوجه إلى مركز الشرطة الأقرب طلب اللقاء بالرئيس، ولما استقبله سلمه الحقيبة وأبلغه بأن 3 من عمال مصنع السمك عثروا عليها في الصباح الباكر في شارع المحيط. فتح الضابط الحقيبة، كان بها حاسوب من الحجم الصغير وأوراق كتبت بالإنجليزية. كان بداخل الحقيبة أيضا كتاب جيب وقلم ولا شيء آخر. تم تسجيل ذلك في كناش الأشياء التي يعثر عليها مع اسم الشخص الذي جاء بها، في هذه الحالة عبد المجيد الراقي. عاد الرجل إلى عمله، استرعى انتباه الضابط ذلك الحاسوب الصغير، فقد يكون يحمل أشياء تمكن من التعرف على صاحبه. فتحه وشغله، ولكنه لم ينطق بما يحتوي عليه. كان الولوج إلى محتوياته يطلب قنا رقما سريا لا يعلمه إلا صاحبه. حاول الضابط استكناه ما كتب على تلك الأوراق التي خطت باليد. كانت مكتوبة بإنجليزية لم يتمكن مسؤول مركز الشرطة من فك كل معانيها. كان الخط من نوع تلك الخطوط التي تصعب قراءتها. إجمالا يبدو أنها مذكرات سائح أجنبي، فقد ورد في تلك الأوراق ذكر لأماكن عدة في أجادير ومراكش وأيضا في أسفي نفسها. في تلك الأوراق رسوم يدوية غير واضحة الملامح تمثل نساء وأطفالا. اتصل الضابط بالمقر الرئيس للشرطة مبلغا عن الحاسوب الذي تم العثور عليه. بدا ألا أحد اتصل بالشرطة يبحث عن المفقود. مساء ذلك اليوم تم إرسال حقيبة الظهر وما كان بداخلها إلى قسم الأشياء المفقودة. وكان الضابط قد أشار إلى أن الوصول إلى ما يحتوي عليه الحاسوب يقتضي إدخال رقم سري. بعد 3 أيام لم يكن قد اتصل بالشرطة أي شخص يبلغ عن ضياع حاسوب شخصي. كان موضوع حقيبة الظهر يثير تساؤلات. الحواسيب الشخصية عادة ما تتضمن معلومات ومعطيات ذات أهمية بالنسبة لأصحابها. تم استدعاء المسؤول عن العمال في مصنع السمك الذي جاء رفقة العمال 3. لم يكن في أقوالهم ما يؤدي إلى صاحب الحقيبة. وهكذا تقررت الاستعانة بخبراء المعلوميات التابعين لمصالح الأمن. لم يكن صعبا الولوج إلى ما بداخل الحاسوب، وكان مثيرا ما تم اكتشافه. في ملف من ملفات الحاسوب وضع له عنوانا روائع، تم اكتشاف صور نساء وأطفال في أوضاع أقل ما يقال عنها إنها مخلة بالحياء. صور التقطت في أماكن مغلقة، أماكن يصعب التعرف إليها على وجه التحديد. مع استعراض تلك الصور كان يظهر من حين لآخر شخص لا يبدو وجهه. كان ذا شعر طويل غزاه الشيب. توقع رجال الأمن أن يكون سائحا أجنبيا. بدراسة ما كتب بخط اليد في الأوراق التي عثر عليها مع الحاسوب الشخصي يستنتج أنه زار أجادير ومراكش وفاس وأسفي. لم يكن فيما تم اكتشافه ما يدل في الظاهر على الأقل على أشخاص محددين التقاهم صاحب الحاسوب. ومع تفتيش أكثر دقة للحقيبة تم العثور على بطاقة ذاكرة كارت ميموار في عمق الحقيبة. لما تم فتحها كشفت أشياء أخرى. كانت تحتوي على صور، في إحداها كان يظهر وجه ذي الشعر الرمادي الطويل. كان رجلا يبدو وقد تخطى العقد 5، يحمل نظارتين طبيتين سميكتين. وفي شريط قصير يسمع صوت يتحدث عن مايكل.
كان الاسم الوحيد الذي استخرج حتى الآن من محتويات حقيبة الظهر، لم يكن ليعني شيئا. في سلسلة الصور بعض منها يظهر أماكن يرجح أن تكون في جبال الأطلس، أحيانا كانت تظهر وجوه الأطفال. بدا أن الأمر يتعلق بقضية خطيرة، فقد يكون الذي التقط الصور من ذوي الميل الجنسي إلى الأطفال، قد يكون كذلك. أوكل البحث إلى ضابط شاب، المطلوب العثور على صاحب الشعر الرمادي والنظارات الطبية أو على ما يقود إليه. اسم مايكل الذي سمع في التسجيل لا يكفي، والوجوه الصغيرة التي ظهرت في الصور قد لا تكون من آسفي أو المناطق المجاورة لها. مر ما يقرب من شهر ولم يتصل أحد بمصلحة الأشياء المفقودة يسأل عن الحاسوب، وقد كان ذلك مما يوحي بأن من ضاع منه الحاسوب يعي جيدا أن ما يحتويه قد يقوده إلى المتابعة القضائية. الضابط الشاب الذي يتولى تحري في هذا الملف من أبناء آسفي يعرف المدينة حيا بحي، ويعلم المناطق التي يرتادها السياح الأجانب، وقد قرر أن يكون منطلق تحرياته تلك المواقع السياحية أو المرافق التي تثير فضول الأجانب. ذات عصر ذهب إلى سوق الغزل في المدينة العتيقة. قبل أن يلج المكان صادف صبية يلعبون، توقف ينظر إليهم علّه يكتشف من بينهم وجها من تلك الوجوه الصغيرة. لما انتبهوا إلى وجوده توقفوا عن اللعب، ظلوا ينظرون إليه. نادى على أحدهم، جاءه الفتى الأكبر من بينهم قد يكون في العاشرة، وتوقف بجانبه. نظر إليه الضابط مليا، ما اسمك؟ سفيان. قل لي يا سفيان، هل تسكن هنا؟ نعم، هذا منزلنا، وأشار إلى بيت قريب. تقدم باقي الأطفال، أحدهم يحتضن كرة بلاستيكية كانوا يلعبون بها. هل يأتي إلى هنا سياح أجانب؟ نعم، يأتون من حين إلى آخر إلى سوق الغزل. بدون مقدمات تدخل الذي يحتضن الكرة البلاستيكية. إنهم لطفاء، لقد أعطانا أحدهم هذه الكرة الجميلة، كان يعرف شيئا من العربية، وقال لنا إنه سيعود ويأتينا بلعب أخرى أجمل. استنفر ما قاله الصبي اهتمام الضابط، توجه إليه. وأنت ما اسمك أيها الصغير؟ يونس. يونس اسم جميل، قل لي يا يونس، وهل تستطيع تذكر ذلك الرجل الذي أعطاكم الكرة؟ نعم، كان له شعر طويل. إذا رأيت صورته هل تتعرف عليه؟ نعم. أخرج الضابط من جيبه صورة كان قد استخرجها من الحاسوب. لما نظر إليها يونس قال: إنه هو، إنه هو. وهل تعرف اسمه؟ لا، لا أتذكره. عاد سفيان إلى الحديث وبحماسة الأطفال: وعدنا أن يأتي في المرة القادمة بسيارته وأن يحملنا في نزهة. وهل سترافقونه؟ لما لا؟ هو صديق عمي الطيب. من هو عمي الطيب؟ صاحب ذلك الدكان، وأشار الطفل إلى دكان في مدخل السوق. ابتسم الضابط في وجه الأطفال ثم تقدم إلى الدكان. هل أنت السي الطيب؟ نظر إليه الرجل. نعم، مرحبا. قدم الضابط نفسه. نبحث عن صاحب هذه الصورة، هل سبق لك أن رأيته؟ وضع الرجل نظارتيه، نظر إلى الصورة. إنه الإنجليزي. أهو إنجليزي؟ نعم، اسمه مايكل، ويحب أن أناديه مايك. هل حدث له مكروه؟ لا، ما الذي تعرفه عنه؟ يبدو رجلا لطيفا، هو من مانشستر كما قال لي، يعمل في شركة للتأمين، وقد تعرفت عليه قبل 4 أشهر، كان يبحث عن منزل يشتريه في المدينة القديمة. متى كان لقاؤك الأخير معه؟ أطرق الرجل يفكر ثم قال: زارني الأسبوع الماضي هنا في دكاني، وقد وعدني بزيارة جديدة غدا أو بعده. هل تعلم أين يقيم؟ أظن أن لديه عربة تخييم كامبينكار، إنه يتنقل بين آسفي وأجادير والصويرة ومراكش، قال لي إنه يبحث عن منزل يشتريه.
لم يكن لديه عنوان محدد، ولم يدل الطيب بمعلومات أخرى. كان الضابط الشاب يرى أن ما اكتشفه وإن كان مهما فإنه لا يوصل إلى مايكل. صدرت التعليمات بإيلاء اهتمام خاص إلى سيارات الكامبينج كار، وتم تعميم صورة ذاك الذي يتسمى بمايكل. مر ما يقرب من أسبوعين لما استوقف شرطي مرور سيارة تخييم مرقمة في فرنسا في شارع محمد بن الخدير غير بعيد عن الكلية متعددة التخصصات، وقد فاجأ الشرطي أن الرجل يشبه صاحب تلك الصورة. كان شعره رماديا، وكان كما صاحب الصورة يضع نظارات طبية. طلب منه الشرطي وثائق هويته ووثائق السيارة، وقد لفت انتباهه أن الرجل يدعى روبرت كليمانتيني. لم يكن في وثائق السيارة ما يدفع إلى الشك، ومع ذلك فإن الشرطي اتصل بالمفوضية. كان ضروريا التثبت من أمر الرجل. طلب منه الشرطي أن يرافقه إلى المقر المركزي. حاول أن يستفسر، ولكن رجل الأمن أكد له ضرورة الانتقال إلى مقر الشرطة المركزي. لما وصل اقتيد مباشرة إلى مكتب الضابط المكلف بالتحري في قضية الحاسوب الذي عثر عليه عمال مصنع السمك. استقبله بأدب، طلب منه الجلوس. كان الرجل نفسه. هل تدري سيد روبير لما أنت هنا؟ لا، لا علم لي بذلك. طيب سيد كليمانتيني، ألم تفقد شيئا قبل أسابيع؟ لا، لم أفقد شيئا، لم أنتبه على كل حال. ولكن حين يضيع منا شيء بحجم الحاسوب الشخصي فلا بد أن ننتبه إلى ذلك سيد مايكل. بدا عليه الاضطراب لما سمع اسم مايكل. سكت. في تلك الأثناء أخرج الضابط من درج مكتبه ذلك الحاسوب الشخصي. أليس هذا حاسوبك يا سيدي؟ بدا شاردا. سيد مايكل، سيد كليمانتيني، أيهما تفضل؟ ظل صامتا. أيقن الضابط الشاب أن الرجل وقع. أثناء التحقيق معه وتوسيع التحريات تبين أن ذا الشعر الرمادي روبرت كليمانتيني، وهو اسمه الحقيقي، من ذوي الميول الجنسية إلى الأطفال، وأنه معروف لدى الشرطة الفرنسية التي كانت تبحث عنه منذ نحو سنة في قضية اغتصاب طفل في كليرمون فيرون. كشفت التحريات أيضا أنه كان يصطاد فرائسه في القرى والمدن القديمة، يغوي الأطفال باللعب والحلوى، يدعي اللعب معهم حين كان يمارس شذوذه.